خلونا اخد معانا ايضا على التليفون. الله فين يا جماعه؟ عمرو بيك درويش سياده النائب المحترم صديقي العزيز. اهلا وسهلا. ازيك يا سياده النائب؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بخير والله الحمد لله. كلمتك كانت منوره النهارده والله العظيم. الله يبارك فيك، واسمح لي بس الاول احييك على المقدمه المتميزه اللي انت كلمت عليها في مساله الشعبيه الرياضيه، وازاي ان احنا يعني بنعلي من قيمه الوطن بغض النظر عن الانتماءات الكرويه. يعني خلينا نستمد من الروح اللي كان عليها الشعب المصري وجماهير الكره المصريه وفرقنا في بطوله افريقيا، ونتمنى ان تستمر هذه الروح لاطول فتره ممكنه. ويا ريت لو احنا بنشوف هذه الروح، يعني اللحمه الوطنيه والتكاتف والحماس والرغبه في رؤيه مصر وهي بتنجح على المستوى الكروي، لو احنا شفنا الكلام ده على كل الملفات اللي احنا بنتكلم فيها، اكيد مصر هتكون في مرحله افضل بكتير من المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبعا طبعا. انا بحييك على المقدمه المتميزه. يا رب يخليك. واتمنى ان الجميع بس يتسم بالروح الرياضيه، ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. يا ريت. ان احنا نتكاتف اكتر ما يبقى فيه خلاف او تنازع. احنا ناقصين فرقه، خلي الناس تتلم مع بعضها. شيء صحيح. صعب حبتين. طب سياده النائب، باعتبارك امين سر لجنه الاداره المحليه بالمجلس، ومن ناحيه اخرى فانت عضو لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، فانت جزء من التمثيل الشبابي في المجلس، كيف ترى تعديلات اليوم؟ الى اي مدى تشعر بالرضا حول هذه التعديلات؟ ايضا وانا بتكلم مع دكتور جمال فقال لي اللي جاي ان شاء الله هيبقى تعديل القانون 27. صحيح، سنه 2018. ايوه ان شاء الله. شوف، خليني اقول لك ان الجلسه النهارده بصراحه كانت جلسه متميزه. صح. يعني جلسه تاريخيه، ازاي النهارده ان المجلس يعني توافق على مساله امرار تعديلات مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، وازاي ان المجلس النهارده ارجع قانون التعليم الى الحكومه رفضا. يعني ده التنوع اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة. المساله هي ليست تأييد مطلق ولا معارضه مطلقه. صح. لكن ما يرتئيه المجلس في مصلحه الوطن يعني بيندفع بقوه وبحماس لانهائه، وما يرتئيه ان هو محتاج اعاده مره اخرى للدراسه والفحص بنرجعه تاني للحكومه. لو احنا هنتكلم على مشروع الشهر العقاري، في الحقيقه هو خطوه مهمه ولكنها تستتبع يعني خطوات اخرى بالمناسبه. لكن خلينا نقول النهارده ان اللي حصل النهارده ده مكسب كبير جدا لمساله تسجيل الثروه العقاريه في مصر. صحيح. يعني حلحله لوضع من الركود والتازم خلال عقود طويله جدا. في فلسفه ان انا النهارده هل اروح اسجل العقار بتاعي بملكيتي في الشهر العقاري، ولا كنت مكتفي بمجرد عقود صحه التوقيع؟ النهارده اقدر اقول ان المواطن يستطيع بكل سهوله ويسر ان هو يروح يسجل العقار بتاعه، سواء كانت شقته او بنايته او محله او فيلته او محل سكنه، بشكل اكثر يسرا اكثر سهوله دون تعقيدات اللي كانت موجوده قبل كده في القانون. التعديلات اللي حصلت النهارده هي في الحقيقه انا بشوفها ان هي متماشيه مع اتجاه الدوله لحاله الملفات المتازمه. النهارده لاول مره بنشوف تطوير في مساله كمان تسجيل الشهر العقاري. بنشوف النهارده ان حلينا مشاكل كتيره جدا زي فصل اداء الضريبه، ضريبه التصرفات العقاريه عن التسجيل، تقدر تروح تسجل وبعد كده نشوف مساله سداد ضريبه التصرفات العقاريه. في الحقيقه دي كانت من اهم الملاحظات اللي موجوده النهارده وكانت مسار حديث. انك انت النهارده وانت بتتكلم على قانون الشهر العقاري، كان من الاوجب ان يتم التكامل ما بين بقيه القوانين زي التصرفات العقاريه وقانون المحاماه. زي القانون اللي اتطرقنا اليه اللي هو 27 سنه 2018 المختص بالمجتمعات العمرانيه. أيوه. لكن خلينا اقول لك برضو بهذا القدر اقدر اقول لك ان احنا برضو يعني ماشيين على الطريق السليم ان احنا نصحح هذه المنظومه اللي كانت غايبه عن الاقتصاد الرسمي للدوله، اللي ما كانتش ناس كتير تعرف عنها حاجه، اللي كانت الصعوبات اللي بيواجهوها في تسجيل العقار او الشقه المملوكه او السكن يعني، او حتى كمان التجاري كان بيقابلهم عقبات كتير. صح. النهارده بالتسهيلات اللي احنا بنقولها دلوقتي واللي قالها ضيفك الكريم من شويه، يعني الخلاصه انه يستطيع الان المواطن المصري ان يذهب لتسجيل عقاره بشكل اكثر يسرا وتسهيلا مما سبق. في بعض المعوقات والملاحظات طبعا، يعني احنا كنا بنتكلم النهارده على فلسفه تجهيز العنصر البشري، هل موظفين الشهر العقاري اصبحوا مؤهلين لهذه الخطوه الالكترونيه ومساله التحول الرقمي ولا لا؟ النهارده كنا بنتكلم، يعني انا بحاول اوجد لك يعني صيغه النقاش اللي كانت موجوده النهارده. بقدر ما احنا بندفع العجله لقدام، لكن مجلس النواب ينتبه ايضا ووصل الى الحكومه ومعالي وزير العدل، انا بحييه النهارده على
يعني مناقشاته، يعني قدروا يوصلوا له التحفظات اللي كانت موجوده على عديد من النواب اللي كانوا موجودين النهارده. صحيح.